متوافر ان شاء الله. عزيز. تعال بقى نشوف تقرير عن العيش وصناعه العيش بس فين؟ في الريف مش في الحضر. تقرير نشوف نرجع تاني. رغيف العيش مطلب أمة، رغيف العيش قضية شعب، رغيف العيش من المخبز إلى يد المستهلك. وأخيرا أصبح ضمن خطط مشروع النهضة، مشروع رئاسة الجمهورية. بدأنا هذا التقرير من داخل المخبز الآلي بمحافظة الجيزة. هنا في المجمعات الكبيرة زي حضرتك ما انت شايفة كده بتدوم العملية بعملية تنسيقية تمام، بنظافة تامة، إشراف تام من مهندسين، من ناس قائمين على العمل. علينا رقابة إدارية، علينا مشرفين، علينا مديرين بيلزمونا بالجودة، بيلزمونا بالنظافة. يعني انت حضرتك اهو ما نقدرش نلبس لبس مبادر واحنا شغالين. كثافة سكانية كبيرة، والأفران الأهالي الحصص بتاعتها معظمها صغيرة. الحل يجي ان احنا ننشئ مخابز زي ده. ده يعني ده بطاقة إنتاجية كتيرة، بنحاول إن إحنا العيش ده يوصل للأهالي، وما بنديش لا بالجملة ولا الأسماك ولا مخابز ولا الكلام ده كله. هما ممكن بيجيب بطريقتهم الخاصة من بتوع الأفران. عندنا عمالة الحمد لله كمشرفين، ناس كلها مؤهلات وناس كلها فاهمة شغلها وقادرة على إن ترصد المخالفات وتبقى متواجدة على طول في الأماكن بتاعتها. هذا في المدينة، أما الريف فهناك لابد أن تقف وتسأل نفسك، لماذا نستورد القمح ولدينا الأرض الخصيب؟ بل لماذا يعاني الفلاح من سمة مشكلة مع رغيف العيش ويفترض أنه هو صانعه؟ التقينا امرأة ريفية بسيطة لتقص لنا حكايتها مع رغيف العيش. زمان كانت الحاجة رخيصة وكنا بنخبز كل يوم، الوقت الحاجة غالية، الذرة غالية، وما فيش اللي بيزرع ذرة واللي بيزرع قمح، وما فيش أراضي، كلها بقت بيوت، وما فيش أراضي حد يأكل منها ولا يشرب منها. ما أنا وليها إزاي يا الله، ما عنديش حاجة، بجيب الخمسة كيلو دي بعملهم في بيتي. أنا عندي 15 نفر، عيالي صبيان وبنات وعيال عيالي، بأمرار بيكفوا أسبوع وأمرار ما بيكفوش، ونروح الطابونة بنتاتل بنتنشل ويتقطع شعرنا وتاخد فلوسنا وتاخد حاجتنا، ويا ريت عيش يتاكل، ولا بينفع شندوتشات ولا بينفع لبني ادمين ياكلوه. تيجي تعمل شندوتش العيل تلاقي رغيف قطم، حط على ده يقدره، حط على هربته، ومفيش لقمه تتاكل. اهينا اربع طوابين في البلد فهمش لقمه حلوه، ده كله رطة طالعه من العيش مد ايه. يعني اجيب الشكاره الدقيق انخلها تقطع النص بالنص، في الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم حول استخدام الذرة في المجالات المختلفة، تبقى المرأة المصرية أمام الفرن البلدي تخبز قوتها وقوت دسة من أبنائها. أفلا يدعو ذلك للعجب؟ مجرد سؤال. لا تخلو طبلية طعام فلاحين كما يسمونها من رغيف العيش، فالكل ملء فيه لقمة منه، والكل ملء فيه أيضا حكاية معاناته لجلب هذا الرغيف. أنا من أم الفجر عشان نجيب بجنيه عيش للبيت، وممكن نقعد ساعتين ثلاثة عشان نجيب بجنيه عيش، وممكن ندفع النص عشان نجيب بجنيه عيش ونجيبه وما يتاكلش. الحل إيه؟ الحل إيه علشان الحل اللي هو العزيز الطبلة تشتغل يعني وكل حاجة تشتغل. بدل ما نجيب عيش شغالة بس على زحمة، بدل ما نجيب عيش من أبو ربع جنيه نجيب من أبو شيلن. بتوع الفرام بيبيعوا شوال الدقيق ب 100 جنيه. ايوه بيبيعوه ب 100، هيخبز ازاي؟ مش هيخبز طبعا، هو بيستلمه ب 8 جنيه بيبيعه هو ب 100 جنيه. هذا كله بقريه ريفيه من المفترض انها هي المصدر الاساسي للقمح والخبز لمصر كلها. هذا يدفعنا للتساؤل، ماذا عن المدن واطراف المدن؟ ياسمين الضوي، 90 دي المحور.